كما يعلم الجميع، فالموسيقى تلعب دورا مهما في حياة الإنسان، فهي جزء من ثقافته من حيث أنها تنمي قدراته الفنية والعقلية والذهنية والتعبيرية إلى غير ذلك. فلهذا فالوزارة الوصية على هذا القطاع وعيا منها تعمل جاهدة على تغطية جميع التراب الوطني بالمعايير الموسيقية. فنجد مثلا هناك 38 معهدا موسيقيا موزعا عبر التراب الوطني، منها هناك معهد وطني وأخرى معاهد جهوية وأخرى محلية. إضافة إلى ذلك هناك معاهد مرخص لها من طرف الوزارة الوصية والتي يبلغ عددها 12 معهد، في إطار دائما في إطار تشجيع الاستثمار في الميدان الثقافي. أما فيما يخص المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط، فهو مؤسسة عرقت التأسيس، يعود تأسيسها إلى سنة 1947. حاليا يضم المعهد أزيد من 90 أستاذ، ويستقبل و22 موظف، ويستقبل سنويا أزيد من 2000 طالب وطالبة. تدرس به مجموعة من المواد عددها 26 مادة، منها ما هو عربي تراثي، ومنها مواد لها طابع كلاسيكي. يمتاز المعهد الوطني بكونه إضافة إلى المواد المدرسة بالطريقة الأكاديمية، يعطي الفرصة للطلبة المستجدين المعهد للاستفادة من ورشات فنية وثقافية، وكذلك يعطي أولوية قصوى إلى المجموعات الأوركسترالية والصوتية. فيضم المعهد في هذا الخصوص الأوركسترا الأكاديمية السيمفونية التابعة للمعهد، الأوركسترا الأكاديمية الأندلسية، الأوركسترا الأكاديمية للموشحات والغناء العربي، أوركسترا الشباب التابعة للمعهد كذلك. ويولي المعهد الوطني دورا مهما لهذه المجموعات الأوركسترالية والصوتية، لما تلعبه من دور فعال في صقل واكتشاف المواهب، وكذلك خلق دينامية فنية داخل المعهد وخارجه. وبالمناسبة هناك صفحة فيسبوكية للمعهد الوطني باسم المعهد، هي باسم المعهد الوطني للموسيقى والفن الكوريغرافي بالرباط، تضم مجموعة من الورشات ومن الأعمال الفنية التي يقوم بها المعهد داخل وخارجه، إلى جانب التعليم الأكاديمي.